السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتعامل مع واحد من أهم الأوبجكتس الموجودة جوه الويندو أوبجكت، وهو اللوكيشن أوبجكت. عن طريق اللوكيشن أوبجكت والبروبرتيز والميثودز الموجودة فيها نقدر نتعامل مع الـ URL بتاعتنا ونعمل فيها كل حاجة بإذن الله. خلينا نستكشف اللوكيشن أوبجكت ده موجود جوه إيه. هقول لكونسول.log وهقول له لوكيشن أو ويندو لوكيشن لو حابب، مفيش مشكلة. اللوكيشن أوبجكت فيه بعض البروبرتيز والميثود الخاصة بالـ URL اللي فوق، بتجيب لك المعلومات بتاعتك كاملة وبتفصص لك اللينك حاجة حاجة. خلينا نشوف مع بعض. أول حاجة عندنا وهو الـ href. الـ href في الدروس بتاعت الـ anchor tag اللي هو الـ a tag، اتعلمنا إن الـ href اللي هو الـ hypertext reference، وتعلمنا إن أنا أقدر أروح للينك في مكان تاني، أو أقدر أروح لهاش موجود في نفس الصفحة، أو أقدر أفتح فايل، أو أقدر أبعت ميل، أو الكلام ده كله. نفس اللي أنت عملته في الـ href هنعمله دلوقتي في اللوكيشن بتاعنا ببساطة. خلينا أول حاجة نشوف اللوكيشن href ده بيدينا إيه في الصفحة بتاعتنا. هنا شباب ده اللينك بتاعك كامل اهو، ده الهايبر تكست ريفرنس. دلوقتي اقدر اتحكم فيه ازاي؟ انا دلوقتي عملت جيت، جبت البيانات. كل حاجه هنتعلمها من الحاجات دي تقدر تعمل لها جيت، تجيب البيانات، وتقدر تعمل لها سيت عشان تغير فيها زي ما انت عايز. نبدا نغير اللوكيشن بتاعنا دلوقتي للينك مختلف. هاخد اللوكيشن href بالشكل ده واقول له بيساوي، وهبدا اكتب لينك اي موقع في الدنيا، وليكن مثلا موقع جوجل مثلا بالشكل ده. اللي هيحصل هنا ان الموقع بتاعك هيروح على جوجل زي ما انت شايف كده. في نقطة هنا محتاجين نتكلم عنها، بس خليني اخد السطر ده كوبي كده ونتكلم عنها. انا دلوقتي في موقع جوجل، رحت بعديه على طول على موقع الزيرو، رحت بعدين بحثت في جوجل على MDN بالشكل ده ودخلت على MDN. كل اللي انت عملته ده دلوقتي موجود في الهيستوري زي ما انت شايف كده. كليك يمين هنا يجيب لك الهيستوري بتاعتك كاملة. هنا يعني زي اللي بيقول لك ايه، سيديهاتك عندي. هنا جوجل، دخلنا على الزيرو.org، بعدين بحثنا عن MDN في الجوجل، بعدين دخلنا على MDN. MDN ده مش موجود في الهيستوري عشان انا فاتحه دلوقتي. لو رحت على موقع تاني هينزل هو الانتري بتاعته في الهيستوري. حلو جدا. خلينا نشوف انا ليه قلت لك الكلام ده. عشان اللوكيشن href مش بيديليت الانتري اللي انت كنت موجود فيها دي من الهيستوري. يعني دلوقتي MDN دي هو هيروح على جوجل دي وهيسيب MDN ده في الهيستوري. ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان عندنا حاجات هنستعملها بتعمل ديليت للانتري من الهيستوري. خلينا نشوف مع بعض. هنا رحت على جوجل، نبدا نبص كده على الهيستوري بتاعتنا، هتلاقي ان هنا جوجل الزيرو، بعدين البحث، بعدين MDN اهو. اقدر ارجع ل MDN عادي، واقدر اروح تاني لجوجل بالشكل ده. يبقى الـ href بتاعتنا مش بتريبليس الانتري او مش بتديليت الانتري بتاعتنا من الهيستوري. حلو جدا. نيجي للقصه بتاعت الهاش. خلينا نهمش ده كده ونفتح الصفحه بتاعتنا تاني زي كده ونبدا نشوف. عندنا في الموقع بتاعنا اتنين سيكشن، كل سيكشن ليه اي دي، سيك 1 وسيك 2 اللي هو سيكشن 1 و2، واقدر عن طريق الهاش ان انا اروح لواحد فيهم زي ما اتعلمنا في الدرس بتاع الانكر تاج زي ما اتفقنا. حلو جدا. لو جيت هنا قلت له ان انا عايز اللوكيشن اتش ريف ده يساوي سلاش بعدين الهاش بعدين سيك 2 بالشكل ده، يا ترى هيعمل ايه؟ هيوديك على اللوكيشن على طول مباشره على سيكشن 2. بصوا كده معايا اهو، سيكشن 2 موجوده في الهاش فوق. ولو انت طابع اللي هو الاتش ريف كامل هيجيب لك الاتش ريف بالهاش بكل حاجه زي ما انتم شايفين كده. طيب ده كلام جميل جدا وظريف وزي الفل. انت تقدر تروح لسيكشن معين في الموقع او لسيكشن في موقع تاني خالص. خلينا نشوف مع بعض. موقع MDN مثلا، هنخش عليه نشوف كان استلقط لنا اي لينك من قسم مثلا جافا سكريبت. ننزل تحت شويه، مثلا ريفرنس اهو، ليه هاش وليه اي دي. طبعا هناخد الجزء ده كده ونيجي نهمش الاخ ده ونقول له وديني على موقع MDN مباشره على الريفرنس ده. خلينا نشوف مع بعض. شايفين يا شباب؟ وداني على الريفرنس مباشره. يبقى تقدر تروح للهاش الخاص بسكشن عندك في الموقع او في موقع تاني خالص. وتقدر طبعا هنا تكتب له لينك فايل او لينك الميل اللي هو الميل دوت 2 وهيروح عليه برده، ما عندناش اي مشكله خالص في الكلام ده. طيب ده كلام عظيم، ونهمش بقى القصه دي خالص ونرجع تاني عشان نكمل الاجزاء بتاعتنا. خلينا نفتح الصفحه بتاعتنا، عماله تقفل كل شويه. عندنا حاجه اسمها هوست وحاجه اسمها هوست نيم، يا ترى بيعملوا ايه دول؟ خلينا نشوف مع بعض. كونسول دوت لوج، وهكتب هنا لوكيشن بعدين دوت هوست ولوكيشن دوت هوست نيم بالشكل ده. الهوست يا جماعه
والهوست نيم بيأدوا نفس الغرض، بس في واحد منهم بيجيب لك البروتوكول، او عفوا بيجيب لك البورت اللي انت داخل منه، مش البروتوكول. البروتوكول ده اول حاجة وهنتكلم عنها بإذن الله. هنا شباب ده الهوست بيجيب لك اللي هو اسم الموقع بتاعك، وفي نفس الوقت معاه البورت اللي انت داخل منه، اللي احنا اصلا فاتحين منه اللايف سيرفر اللي هو ده، شايفين يا شباب بورت اهو. هنا الهوست نيم بيجيب لك اسم الموقع بتاعك. هنا ممكن يكون الموضوع غريب شويه عليك وما تبقاش فاهم بيتكلم عن ايه، ممكن عشان في اي بي موجود دلوقتي اللي هو الخاص باللوكال سيرفر. خلينا نفتح موقع زي الزيرو.org ونشوف الكلام ده فيه هيدينا ايه. طبعا هنا مفيش ابدا بورت، فالاثنين هيدوك نفس النتيجه، يعني الهوست والهوست نيم هيدوك نفس النتيجه بالشكل ده. حلو قوي قصه الهوست والهوست نيم دي. طيب خلينا في الهوست نيم دلوقتي. دلوقتي انت تقدر تعمل حاجه جميله جدا بالهوست نيم دي. ايه هي بقى الحاجه دي؟ لو انا عندي مثلا موقع زي الزيرو ورحت فتحت مثلا صفحه زي دي، الصفحه دي zero.org/category/question-and-answer، لو جيت قلت لك ان انت تقدر تغير الاتش ريف، هتقول لي ايه؟ اقدر اغير الاتش ده كله، الاتش ريف ده كله، واخليه يودي على جوجل زي ما احنا عملنا، ما عندناش مشكله. لوكيشن اتش ريف يساوي وبعدين https بعدين google.com. اوكي خلص الموضوع زي الفل. طب لو قلت لك بقى ان انت تقدر تغير الهوست نيم لوحده اللي هو الزيرو دوت اورج وباقي اللينك تسيبها زي ما هي، هقول له هنا لوكيشن دوت هوست نيم بيساوي. بص بقى ايه انا هعمل ايه هنا. انا هنا هحتاج اغير الهوست نيم، بس مش هكتب البروتوكول، يعني مش هكتب ال HTTPS اللي انا كتبته من شويه ده، هكتب google.com وشكرا. بص ايه اللي هيحصل، وداني على google.com/category/question-and-answer. عن طريق الهوست والهوست نيم تقدر تغير بس الهوست نيم وتسيب باقي اللينك زي ما هي، ودي حاجه من الحاجات اللي اوعدك ان انت هتستخدمها في حياتك، وفي افكار كتير عدت عليا كانت بتحتاج الكلام ده. نيجي دلوقتي عند البروتوكول، خلينا نقول له هنا console.log، وهقول له بعد كده location، مصمم هو على local storage، location.protocol. البروتوكول يا جماعه اللي هو البروتوكول اللي هو الاتفاقيه اللي انت بتفتح منها الموقع بتاعك، هل هي هايبر تكست ترانسفير بروتوكول ولا الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول السكيورد لاير اللي هو ال HTTPS. فهناخد البروتوكول دي كمان معانا عشان نطبعها كمان في الكونسول في موقع تاني غير الموقع بتاعنا ونشوف. هنا عندنا طبع لي HTTP، ده البروتوكول بتاعنا هنا في اللوكال هوست. لو جيت دخلت مثلا على موقع زي جوجل وعملت نفس القصه، هتلاقي ان البروتوكول هو السكيورد مش ال HTTP العادي بتاعنا، اهو HTTPS بالشكل ده. البروتوكول ده انت تقدر تغيره، اقدر اقول له انه البروتوكول بتاعنا يساوي، واقول له هنا HTTP بالشكل ده. HTTP هنا المشكله طبعا ان انت ما تقدرش ان انت تغير الموقع بتاع جوجل، لانه معمول له فورس ان هو لو انت حد فتح الصفحه HTTP بتحولها على طول ل HTTPS. لكن احنا ممكن نعمل القصه دي هنا، ممكن اقول له هنا ان البروتوكول بيساوي HTTPS بالشكل ده. طبعا هنا السايت مش هيقدر يفتح لانه هنا بيقول لك can't provide a secured connection، يعني ما يقدرش يفتح لك secured connection عشان احنا حولناه. فطبعا هنرجع تاني باك، هتلاقيه شغال عادي على البروتوكول العادي بتاعنا اللي هو ال HTTP العادي. طيب عندنا دلوقتي حاجة اسمها هاش. الهاش اللي احنا اتعلمناه من شوية، تقدر تجيب الهاش لوحده في الصفحة بتاعتك. هتقول لي ازاي؟ يعني انا دلوقتي لو جيت قلت له console.log وقلت له هنا location.hash، ادي الهاش بتاعنا. دلوقتي في العادي مش هتلاقي عندنا هاش زي ما انت شايف فاضي اهو، لكن لو انا جيت مثلا رحت على القسم بتاعنا اللي هو تاني قسم او اول قسم مش هتفرق، سيك 02 بالشكل ده، يبدا بقى يجيب لك الهاش بتاعك اهو لوحده. الهاش ده كتير جدا الناس بتحتاجه ان هي تفصله بره اللينك عشان تشيك على حاجه معينه، عشان يعرف الشخص ده جاي من صفحه ايه مثلا، او يعرف الشخص ده فتح صفحه ايه والكلام ده كله. المهم ان انت عندك اليه ان انت تتشيك على الهاش ده لوحده بعيدا عن اللينك. طيب نيجي بقى للميثودز الموجوده معانا واللي فيها شويه حاجات ظريفه جدا. عندنا حاجه اسمها ريلود، ودي مش محتاجه اي حاجه. الريلود بتعمل ريلود للصفحه، يعني هقول له ويندو مثلا دوت لوكيشن، انا مش هشرح اللوكال ستورج بسبب نعمه تطلع لي كده، هنا لوكيشن دوت ريلود. بالمناسبه يا جماعه هي مش رخامه، هو الفكره كلها انه اللوكيشن هنا هتلاقي انه حرف التي حرف ال اللي قبله، فبيجيب اللوكال ستورج قبل اللوكيشن، لان ال طبعا قبله في الحروف الابجديه. الريلود يا جماعه ببساطه شديده بتعمل ريلود للصفحه، ودي بتحتاجها ساعات، ان ممكن تعمل زرار لواحد يعمل ريلود للصفحه، او انت تعمل ريلود للصفحه بعد ما شخص مثلا عمل سيف لاعدادات معينه، فبتحتاجها كتير ريلود زي ما انتم شايفين، ممكن ما تلحقش تشوفها بس هو عمل ريلود. طيب
عندنا حاجة دلوقتي اسمها replace و assign. الاتنين دول بيعملوا يعني تغيير لل URL بتاعتك، بس الاتنين مختلفين عن بعض في حاجة، والحاجة دي هي تخص الهيستوري اللي احنا شرحناه في اول الفيديو. خلينا نشوف مع بعض الفرق بينهم. هنخش دلوقتي على موقع تاني خالص، خلينا مثلا نشوف موقع الزيرو عشان نجرب بس نفس التجارب، بعديها نخش على جوجل بالشكل ده ونبدأ نشوف الاول هنا عشان اعلمك بس ان انت دايما تقرأ. هقول له location.reload، احنا عملنا الريلود يبقى هنقول له location.replace الاول. ادي الريبليس بتاعتنا. بص يا شباب، الريبليس هنا كاتب لك عايز منك اليو ار ال اللي انت هتبدل اليو ار ال اللي انت فيها لليو ار ال دي. هنا اول حاجه عايزك بس تفهمها، ريموف ذا كرنت بيج فروم ذا سيشن هيستوري، فروم ذا سيشن هيستوري. هنا البيج اللي انا فيها دلوقتي دي هتتشال من الهيستوري، دي اللي انا محتاجك تعرفها عشان لو شفت الاتش ريف كانت بتعمل ايه كانت بتسيبها في الهيستوري، الانتري بتفضل موجوده، الريبليس لا. تعال نشوف مع بعض. انا دلوقتي موجود في موقع جوجل، عايز اروح على موقع مثلا الزيرو دوت اورج. فهنا الاول نبص بس على الهيستوري، عندي تاب وعندي اكاديميه الزيرو، وعندي المفروض لما اروح لصفحه تاني جوجل تفضل هنا، لا هو دلوقتي هيعمل لها ريبليس تماما. هاجي هنا اقول له وديني على موقع مثلا https0.org واقول له اتفضل. هنا هتبص على الهيستوري هتلاقي اكاديميه الزيرو والتاب والزيرو بعدها اللي احنا فيها، وشال تماما جوجل من الهيستوري. هنعمل نفس التجربه دي تاني بس المره دي بحاجه غير الريبليس. ادي دلوقتي انا عندي جوجل وبعدين هروح على الزيرو.org ونبص على الهيستوري. الهيستوري بتاعتنا فيها تاب اكاديميه الزيرو الزيرو بعدين جوجل بعدين صفحه الزيرو اللي انا فيها. هاجي دلوقتي بدل الريبليس هقول له اساين. الاساين هنا هحط اللينك بتاعه جوجل https بعدين google.com. هنا بقى لاحظ معايا ايه اللي موجود في الهيستوري، جوجل موجوده في الهيستوري وبعدين الزيرو. المفروض ان الريبليس هتريبليس الزيرو دي مش تبقى موجوده، لا الاساين مش هتعمل لها ريبليس. بص كده معايا، رحت على جوجل وهتلاقي اتنين الزيرو جوجل والزيرو لسه موجوده، وجوجل هنا الاخيره وتقدر ترجع للزيرو وتروح لجوجل تاني. وده الفرق بين الاساين وبين الريبليس. لو حسيت ان انت ممكن تتلخبط بينهم، كل اللي عليك تفتكر ان الريبليس هتريبليس الصفحه في الهيستوري، الاساين يعني بتديك يو ار ال جديده بس بتحافظ على الانتري اللي انت كنت فيها في الهيستوري. الاوبجكت ده كبير مليان حاجات يعني بصراحه. المهم ان انت المفروض دايما تستكشف الاوبجكتس اللي انت بتتعامل معاها وتشوف الخواص الموجوده فيها عشان بيكون فيها حاجات جميله وممكن يظهر حاجات تاني زياده في المستقبل فتكون طبعا ملم بيها. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد والسلام عليكم.